بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي. وبالنسبة لوصفة اليوم كنقترح عليكم دي كاب كيك أو مادلين بطريقة سهلة جدا مبسطة، وباش ينجحوا معاكم 100% غادي نذكر بعض التفاصيل المهمة باش كيجيو هشاش وخفافين بزاف طالعين وبلا ما يفقدوا الحجم ديالهم من بعد الطياب وأكيد لذاد. وغنشارك معاكم كذلك الطريقة الصحيحة لتحضير الأكياس الورقية الخاصة بهم وبلا ما نبقاو نشريهم من المحلات. فتابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير. وبسم الله على بركة الله، اول خطوة غادي نقوم بها غادي نحضروا الاكياس الورقية هكذا باش كنلقاوهم واجدين ملي كنبغيو نوضعوا الخليط. احتاجيت لهنايا لجوج اوراق من اوراق الطهي، تقدروا تستخدموا هذا اللون او اللون الابيض على حسب الرغبة ديالكم. غادي ناخذ هذه الاوراق ديال الطهي وغادي نقطعهم الى مربعات. القياس ديال هذه المربعات فهو بالضبط 15 سنتيم على 15 سنتيم، وهذا القياس فهو ممتاز جدا لصنع الاكياس الورقية باش نحضروا بهم هاد لي كاب كيك. من بعد غادي ناخذ اول مربع غادي نطويه الى 2، ثم غادي نحلو وغادي نطويه كذلك على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الطيات ضروري ملي يكون كنطوي ضروري نضغط جيدا، لانه هاد الطيات هما اللي غادي يحددوا لي الجوانب ديال هاد الكيس الورقي. من بعد غادي ناخذ كاس وغادي نوضع عليه هاد المربع، بشرط انه هادوك النقطه اللي كيتلاقاو فيها هادوك التنياس غادي نوضعها في المركز ديال الكاس. ثم غادي ناخذ هادوك الطيات وكنعاود كنطويهم. كنتمنى أن الفيديو يكون واضح لكم. كنستمر بهذه الطريقة حتى كنطويو هذوك الطيات كاملين على الجوانب ديال الكأس، يعني بحال هاد الكيس الورقي كياخد لنا بالضبط الحجم والقياس ديال هاد الكأس. ملي نكونو كنطويو ضروري كنبقاو شادين هذوك الطيات الاخرين كنحكموهم جيدا. من بعد هنايا كنضغط جيدا على القاعده. هاد الخطوه مهمه هي اللي كتخلي انه هاد الكيس الورقي كياخذ ليا بالضبط الشكل ديال الكاس وما كيبقاش كيتحل معنا من بعد. ثم من بعد غادي نزيد كنضغط على هادوك الطويات اللي كاينين في الجوانب باش كنبقاو محافظين على الشكل ديال الكيس الورقي، وكنضغط جيدا وكنتحصلوا على هاد الشكل. الشكل صراحة اللي كيجي زوين وراقي وسهل جدا. وبنفس الطريقة غادي نكمل هاد الكمية ديال الأوراق كلها اللي عندي. بالنسبة لهاد جوج الأوراق اللي استخدمتهم ديال ورق الطهي فعطاوني بالضبط 12 قطع أو 12 كيس ورقي. في كاسرول غادي نوضع نصف كأس من الزيت النباتي ما يعادل 75 مليلتر، وغادي نضيف ليه ملعقة كبيرة ديال الزبدة، من الأفضل تكون نوعية جيدة باش كنتحصلوا على مذاق جيد. ملي كنضيفوا الزبده في الكاب كيك كنتحصلوا على مذاق رائع، وملي كنسخنوا الخليط على هذا الشكل وكنضيفوه الخليط ديال الكاب كيك كنتحصلوا على واحد الهشاشه وواحد القوام كيجي رائع جدا في الكاب كيك. في اناء غادي نوضعوا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف ليها قبصة ملح لموازنة الذوق. غادي نضيف كذلك كأس ممتلئ من السكر حبيبات أو السكر سنيدة ما يعادل 160 غرام، وغادي نضيفو كيس واحد من سكر الفانيليا من فئة 7.5 غرام. غادي نطربو هاد المكونات جيدا مع بعض. إذا كانت متوفر عندكم الخفاق الكهربائي غادي يكون من الأفضل، لأنه كل ما طربنا البيض وضاعف الحجم ديالو هاد لي كاب كيك كيجيونا خفاف ومهوين. من بعد غادي نضيفو الخليط ديال الزيت والزبدة. هاد الخليط كنضيفوه وهو ساخن. هاد الإضافة كتخلي كيف ما قلت لكم من قبل هاد لي كاب كيك أو الكيك بصفة عامة ملي كنضيفو ليه هاد الخليط كيكون ساخن كنتحصلو على هشاشة وواحد الخفة رائعة لهاد الوصفة. غادي نضيفو كأس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، وغادي نخفق قليلا. ثم غادي نضيف 50 غرام من بودرة اللوز ما يعادل بالضبط كأس إلا ربع من كؤوس العنبة. كنحاول نعطيكم القياسات بالجرام وبالكأس باش كتسهل عليكم الوصفة. وغادي نخلط قليلا فقط
حتى كيندمجوا ليا هاد العناصر. عاد غادي نضيفوا الدقيق، خاصو يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. غادي نضيف كذلك جوج اكياس من الخميره الكيميائيه، كل كيس كيوزن 8 غرام، في المجموع عندي 16 غرام. وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ونصف من بودره الكاكاو، ما يعادل بالضبط 30 غرام. غادي نغربلو هاد المكونات جيدا باش كنتفاداو التكتلات. وغادي نضيفو ملعقه صغيره من خميره الخبز اولا الخميره حبيبات، اللي كتعطي واحد النتيجه رائعه في القوام والحجم ديال هاد الكاب كيك، كتساعد انه هاد المادلين كيرتفعوا لنا اثناء الطهي. بالنسبه لكميه الدقيق اللي استعملت فهي بالضبط 300 غرام، ما يعادل 3 كؤوس ديال العنبه ما يكونوش عامرين. والقوام ديال الكاب كيك ضروري خاصو يكون على هاد الشكل، خاصو يكون ثقيل باش ملي كيطيب ما كيفقدش الحجم ديالو ملي كنخرجوه من الفرن. غادي نوضع هاد الخليط في واحد جيب حلواني باش كيسهل عليا نوضعو في الاكياس الورقيه صافي. وغادي نعمر هاد الكميه كلها اللي عندي. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم فهما عطاوني بالضبط 12 حصه اولا 12 حبه كاب كيك. هنا الا بغيتوهم يجوكم عاليين وزوينين كنعمروا هاد الاكياس جيدا. ثم من بعد غادي نزينهم بحبيبات الشوكولاته. بالنسبه لطريقه الطهي غادي ندخلوهم الفرن اللي كيكون ساخن جدا على درجه حراره ما بين المنخفضه والمتوسطه، ما نوضعوهمش مباشره في الفرن، ضروري كنحطوهم في واحد اللاطه وحده اخرى عاد كندخلوهم النار من الاسفل حتى كيطيبوا لنا على خاطرهم وكيصبحوا لنا على هاد الشكل. وبالنسبه لهاد الاكياس الورقيه فالحجم ديالهم راه كبير، ماشي بحال الاكياس الورقيه اللي كيتباعوا في المحلات. يعني الا غادي تحضروا دي كاب كيك غادي تحضروهم وهما يعني لحقهم وطريقهم، الحجم ديالهم كبير خفاف مهويين وكيجيو لذاد بزاف بزاف. كنتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم، جربوها اعطيونا ارائكم في التعليق ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. الى اللقاء.